إذا ما نبشت في معنى الرجولة في الشعر العربي ستجد استخدامها كمرادف للشجاعة للشهامة والكرامة والنبل، وأضف عليها 50 مرادفة أخرى أدرجها الشعراء تحت هذا المفهوم. ولكن هل تلك هي الرجولة؟ يا مرحبا بأصدقائي، أنا أحمد فاخوري وهذه قناتي على يوتيوب، وأتمنى من جنابكم الضغط برفق على زر الاشتراك واللايك إذا أعجبكم الفيديو، وقد تكرمون علينا بالشير من يعلم. أرنا الرجولة بما أنهم أدخلوها بمفهوم الكرم، أرنا كرمك رجولتك، الشهامة والكرامة والحمية والفحولة والإباء والعقل والرشد والتعقل، كل الصفات الجيدة النبيلة الفروسية تم إقحامها ضمن مفهوم الرجولة كي تشكل مظلة لكل الصفات الإنسانية النبيلة. جميل. بمفهوم المخالفة فالخسة واللؤم والبخل والجبن والكسل والخيانة والغدر هي عكس الرجولة. طيب ما هي مظلتها؟ الأنوثة مثلا؟ تأبى الرجولة أن تدنس سيفها، قد يغلب المقدام ساعة يغلب. رجولة. أبو فراس، ممالكنا مكاسبنا إذا ما توارثها رجال عن رجال. جبران، إن الوفاء سجية لم يؤتها إلا رجال الرأي والإقدام. البحتري، له خلق في الجود لا يستطيعه رجال يرومون العلا بالتخلق. لاحظتم هذه النزعة المثالية في مفهوم الرجولة؟ علما أن الرجولة بالنهاية هي صفة إنسانية، الرجل إنسان وعليه ما على الإنسان من إخفاقات وبهادل. ألا يوجد من الشعراء من تعامل بواقعية مع ذلك المفهوم من دون تمجيد مثلا؟ استمعوا لهذه القصيدة من أجمل القصائد لعمر أبو ريشة الشاعر الرجل، ويقول فيها: عشت يا ربي مرة عبد أهوائي، شريدا لا أعرف الوجل. كم تركت الهوى يطل على تيه ويندى جبينه خجلا. كم شققت الدجى ونار غوايات الغوالي تنير للسبل. كم تركت الشجون تمضغ في روحي وتزكي جراحها غللا. ذلك العهد لن أحن إليه، إنه عن مناهل ارتحل. صرت حرا، بلغت جنة دنياي، وجفني بنورها اكتحلا. إنها نعمة أقطع فيها العمر مستغفرا ومبتهلا. اعف عني يا ربي، بدد همومي، فقد عشت مرة رجلا. لا مثالية في كونك رجل. ثم إن هناك نزعة في السوشيال ميديا مرعبة نحو كل شيء مثالي، الكل يريد أن يظهر بمظهر المثالي. أنتم شاركوني بآرائكم، اكتبوا شيئا، لأنني لابد وأن ألتقيكم في برنامج شبكات على شاشة الجزيرة، ودائما يكون عند 6:03 بتوقيت الدوحة. 6:03.